تصل الى حد اقصى. تلقى العراق اجتماعي، وهذه الصفه اللي تميز العراق. صعوبه مثلا ممكن باي مكان. وبالمناسبه استاذنا الكريم، ترى اجتماعيته مو بداخل البلد فقط، تجد العراق ايضا حتى خارج البلد. انا هذه وجدتها يعني على سبيل الطرفه انه او النكته او العلاقه. في يوم من الايام انا في حج بيت الله الحرام، فمن مريت على احد المحلات سلمت عليه، قال اهلا وسهلا بالعراقي، اهلا اهل الكرم، تفضل تفضل، انتم طيبين، تشترون، انتم تنفقون. لاحظ يعني دولار. فهذا ذكرني برجل كان جارنا طرق علينا الباب في يوم من الايام، قال محتاج في مبلغ جوانا خطار، يستلف حتى يكرم من يكرم الخطار. لاحظ هذه ما موجوده عند باقي الشعوب، وحق شجاعه، احنا عندنا شجاعه، هاي نعتبرها كرم شجاع. اي صح، لا اكيد.